عدد من المناطق في محافظة ميسان التي تعاني من جفاف وانخفاض غير مسبوق في مناسيب المياه. هناك عدد من المناطق تقوم فيها دوائر المجاري بتصريف مياه الصرف الصحي إلى الأنهر بشكل مباشر، وسبق أن نبهنا إلى أن هذه المخالفة تتنافى وتتعارض مع أحكام قانون حماية وتحسين البيئة، وطالبنا ونطالب الآن الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في الحكومة المركزية والحكومة المحلية في محافظة ميسان بتنفيذ خطة سريعة لتحويل مسار مياه المجاري عن الأنهار، وإعطاء أولوية في التخصيصات وفي الموازنة لتشييد محطات معالجة، بشرط أن تكون المعالجة متكاملة تؤمن الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الزراعة في الحد الأدنى. أيضا في هذا السياق نعتقد أن أولويات الحكومة في الإنفاق في داخل المحافظات ينبغي أن تتغير في ضوء المشكلة الحالية. مشكلة المياه لا نعتقد أنها ستنتهي أو تحل في المستقبل، وبالتالي لابد من التفكير بحلول وبخطط تتناسب معها. لهذا السبب ندعو